وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي برا. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي بر. بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. كان نفسي عيش، بتوشر مع ناس لا ليا كبير ولا حست فيهم بالمر. محكوم علي عيش مع ناس بتوشر، مع ناس لا ليا كبير ولا حست فيهم بالمر. يا عم النظافة والجمال ده، هو في كده في الدنيا؟ أما لو شفت قشطة هولندا هتعمل إيه؟ قشطة. يا شيمي بيه، إحنا وصلنا وكله تمام، بس مستنيين الجدع اللي اسمه زياد ده. لا، يلعب مع مين؟ ما ينفعش. ماشي يا باشا، لو في جديد أنا هطمنك. يا دي انت بتحس كلبك ونديب في بلاد التلج. ايه يا جدعان؟ احنا مش جايين رحله، احنا جايين نشتغل. ايه يا عم انت مسيبنا نعيش؟ جريش ايه؟ انت محسسني ان انت عايش بره طول عمرك، في ايه؟ ما تفكها شويه وتشيص يا عم. في راجل المفروض مستنينا ما جاش لغايه دلوقتي. يجي بقى ولا ما يجيش على الفلوس؟ انت ايه خلاص فصلان؟ بقول لك يا شيخ ما تقلقش، الحمار اللي احنا مكلفينه عندنا مأكد عليه لما يجي، يعلم قال لي معانا نعمل مع الصح. لا فالح، ما احنا لو اتعامل معانا غلط هنا مش هنلحق نعمل الصح مع حد. باسورد بليز. يور اي دي بليز.
لا مفتحين ما شاء الله، الحمد لله على السلامة شباب. محسوبكم زياد البصيبس. بصيبس؟ بصيبس ليه يا عم بصيبس؟ انت تعلم عليك عندنا جاي تعلم علينا هنا ولا ايه؟ لا بس حبيت انا فيك جو التوتر شوي شباب. طيب يا سيدي، ميمي، يوسف، ديبو. اهلين، اهلين وسهلين، شرفتوا ونورت تسلمين يا. دي مواعيد يا عم زياد؟ يلا بسيطة عشان الأزمة، تفضل روح اتغدى بعدين اخذكم على الشقة يرتاحوا، يلا وفر عليك. خليك بصيبس. طيب. أهلاً. صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا شيمو يا حبيبتي. موحة موجودة؟ لا موحة نزلت تجيب كارت شحن. طب لما ترجع قول لها اني كنت عايزاها وانا هعدي عليها وانا راجعه. لا استني استني، ده انا عايزاكي، عايزاكي في حاجه كده بسيطه. يلا ايه الخير؟ قولي. طيب تعالي بس، انا مش عاوزه حد يسمعنا. خشي. ليه؟ هو سر ولا ايه؟ لا ولا سر ولا حاجه، بس برضو يعني مش عاوزه حد يسمعنا. عودي عودي، ده انت وحشاني حبيبتي، انت بقيتي زي القمر يا شيمو والله، اتدورتي وتلفتي كده وبقيتي عروسه حلوه. أنا كنت عاوزة أسألك سؤال يعني كده، بس تجاوبيني عليه بصراحة. هو أنا بنسى زي هما ما بيقولوا لي ولا هما بيتمسخروا علي؟ عادي يا خالتي، كلنا بننسى، الدنيا تلاهي. يا بنت ما تزوقيش الكلام، اخبطها لي كده خبط بلزق في وشي على طول. آه الصراحة آه. هما قالوا لي بس أنا ما صدقتهمش. بس بما انك يعني نرزق قد الدنيا كده يعني ودايسه مع العيانين وفي المستشفيات، يعني قولي لي الحكايه دي اصلها ايه؟ طب ما انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، وفاكره كل حاجه ومستشفيات. اه ما انا بفتكر كل حاجه، بس هم اللي بيقعدوا يقولوا لي لا قلت الكلام ده هنا قبل كده وعملت الحكايه دي قبل كده، انا مش فاهمه. انا قولي لي الحكايه دي يعني ليها حل؟ مش عارفه يا خالتي، أنا برضو مش دكتورة. يعني الحكاية دي هتفضل لازقة فيا كده ومش هتسيبني ولا هتسيبني؟ يعني هو على حسب، بس على فكرة دي نعمة. نعمة؟ اه طبعا نعمة. تخيلي كده انت لو فاكرة كل حاجة من يوم ما اتولدتي، دماغك مش هتستحمل. هيا شيمو أنا خايفة يا بنتي، خايفة أصحى في يوم تلاقيني نفسي يا نفسي، ناسية موحة، ناسية ميمي، ناسية سونا، ناسية الدنيا كلها. لا يا خالتي ما تقوليش كده، انت كويسة. على فكرة أنا كمان بنسى. آه والله. طب اسأليني كده، أنا أكلت إيه النهاردة والنعمة ما فاكرة. النبي أنت كمان بتنسي زينا كده؟ طب أقول لك إيه يا شيمو؟ طب تكتبي لي كده حاجة على روشتة يعني أخدها، ولا تسألي الدكاترة اللي عندك في المستشفى يكتبوا لي حاجة، حاجة كده تصحصحني وتلعلعني وتخليني مركزة وحلوة. ماشي هكتب لك حاجة. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. تشربي قهوة؟ لا أنا همشي عشان متأخرة. عملت لي ايه في موضوع الارض اللي اديتك معلومات عنها؟ وصلت فيه لفين؟ انا فعلا اتاخرت عليك المره دي. مش مشكله، بس يا ريت ما تنساوش. اكيد. قول يا جنرال، انت سافرت طبعا قبل كده؟ ها مرتين ثلاثه. اتحركت هناك بسهوله ولا تهت؟ والله اللي بيسأل ما بيتوهش. أصل في ناس هناك تايهين مش عارفين يتحركوا إزاي، عايزين خرائط ترشدهم، والخرائط دي مش موجودة غير في مكان واحد، المجمع العلمي. أعتقد ده أنسب وقت عشان تجيبها لي.
امسك عشان تقولش عليه انه لا تزور. ودي هشربها ازاي؟ صرف نفسك. امال انت ما سافرتش معاهم ليه؟ بس بخاف من الطيارات. ما تعرفش هما وصلوا ولا لسه؟ مالكش فيه. على ان انت البرنس اللي فيهم، اجدع واحد فيهم وهتفهمني. ايوه اقعد ارغي بقى. انت عارف الحوار ده كله؟ لا انا ولا انت لينا فيه. انا يا دوب كان ليا مصلحه صغيره كده وكنت هقضيها يعني، كان هيحصل لوحدي. ماشي. بس فجاه وسعت وبهوقت والعيال لغوصت فيها وعكت وبقت عك العك. بس هي هتخلص. إن شاء الله هتخلص. النهاردة بكرة هتخلص. بس على ما تخلص يعني مصالحي ومشاغلي متعطلين كلهم والعداد عمال يعد فلوس 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 فلوس. قلت إيه؟ في إيه؟ تاخد كم وتخلع وتعيش ملك وتبعد عن العالم دي. يعني أطلع عايل وأبيعه. ده شغل والشغل للرجالة. بس هتقعد تفاصل وتناهد معايا فبناقص. لا والله قول بس أمر. تاخد 100,000. يا غالي والطلب رخيص يكونوا عندك. وهدي لك وصل استلامه. وصل ايه؟ بس انا واد حقاني بحب الشغل النظيف. تديني الفلوس ادي لك الوصل وادي اليوم ده اهي. حلوه باينه ولا اديها لك تاني يا حبي؟ يا راجل يا ست اقفل يا حبي. ايوه حلو كده. اشرب بقى. لا قول لي يا عم زياد، انت بالك قد ايه يعني؟ 12 سنه بلف كل اوروبا وحسب الشغل. اه وبتشتغل ايه بقى؟ يعني تجاره بني ادمين، مخدرات، سلاح. بس السلاح اغلى شيء. بني ادمين يعني زي الواد بتاعنا كده ولا ايه؟ زي الواد بتاعنا وكمان هجره مراكب، بيع من كله. طب اخبار السلاح بتاعنا احنا ايه بقى؟ مش عارف، خلينا ناكل كله بصير تمام. سيبك من موضوع الاكل ده خالص. تعرف مكان الواد فين؟ والله بكون بكذب عليك اذا بعرف مكانه، لانه كل الشغل هون بس عن طريق وسيط. وسيط؟ جديدة حكاية وسيط دي. حبيبي اي شغل لسعيد او دهشوري في هالبلد هاي ما بتم الا عن طريق وسيط. بس انا بدي افهم ليش الدهشوري قلب مره واحد على سعيد وصاب يصابه بابنه؟ ده بقى مالكش فيه يا نجم. انت تقفش مصلحتك واحنا نقفش مصلحتنا وكل واحد يدير لحاله. ايوه مرحبا يا رجاله. ايه النظام؟ والله انا مش مطمن لحكايه وسيط. هي كل شغلانه ليها ظروف يا رجاله. بس هو فعلا ما يطمنش. اتفضلي. عنك انت يا ماما. تسلم ايدي. تسلمي. تسلمي يا حبيبتي. قولي لي بقى بجد، هو يوسف لما جالكم طلب ايدك من مامتك فعلا؟ طلب ايدي رسمي خلاص يا ماما. بس ده ما كانش قايل لي. ولا كان قايل لي انا كمان. انا اتخضيت دخلت العماره لقيته نازل قاعد يتاسف لي ويعتذر لي. ده بس ايدي قدام الجيران. يوسف؟ اه. وقال لي ان هو خلاص قابل مامتي وان احنا ما كانش ينفع نستنى اكتر من كده. وقال لي احنا مالناش غير بعض يا ناطو. يا رب يا بنتي. بس انت كنت قايله لي ان انتوا متجوزين عرفي. ايوه بس المره دي رسمي حاجه تانية خالص. اه طب امال فين بطنك يا حبيبتي؟ بطني اهي. انت مش قلتي لي قبل كده ان انت في الشهر الثالث؟ دلوقتي بقيتي في الكام بقى؟ انا في اواخر الثالث. بس انا زي ماما بالظبط ما بيبانش علينا غير في الاخر خالص. هي كانت كده برضه وهي حامل فيا. ربنا يقومك بالسلامه يا حبيبتي. بس انا خايفه يا ماما على الفرح وانا لابسه الفستان تكون بطني كبرت. تفتكري الناس هتاخد بالها؟ وجهتك ايه يا نادين؟ عروسه وبطنها قدامها. عشان كده لازم نتجوز بقى بسرعه. انا فرحانه قوي يا ماما. ربنا يتم فرحتكم على خير يا حبيبتي. يا رب. طيب شوفي دي بقى وقولي لي ايه رايك. الله ايه الشاي الحلو ده لمين؟ عشانك انت طبعا يا ماما. هو انا عندي اعز منك؟ يا حبيبتي تسلم ما جايبك وتسلم ايدك. معقوله يا نادين كل مره تجيلي كده تجيبي لي معاكي حاجه؟ مفيش اي حاجه كتير عليكي. يلا حطيه قولي لي ايه رايك. الله شكله حلو. وريني كده. الله يا حبيبتي تسلم ايدك يجنن. مبروك عليك. حرمش منك يا قلبي. سي تعالى يا بابي اقعد. ازيك دلوقتي؟ رحمة
الحمد لله يا بابي يا حسن. يوسف كلمك؟ ايوه اتصل. في حاجه يا بابي؟ لا مفيش حاجه. بابي بليز ما تخبيش عليا، شكلك بيقول انه في حاجه. يوسف شكك ان سعيد يكون خد خبر بسفره. سعيد عارف؟ هو شاكك، لسه مش متاكد. يبقى مفيش غيرها داليا يا بابي. داليا ايه اللي قالت له؟ داليا؟ ايوه يا بابي داليا. فاكر لما قلت لك ان رامي شاف نمرتها على تليفون سعيد؟ واللي حصل ليوسف بعد ما جه قال لك على طلبه منه سعيد؟ مفيش حد غيرها هيطلع اسرارنا يا بابي، هي. بنت حلال مصفي كنت لسه طالعالك. اي جيجي بس انا عندي تمرين في المستشفى دلوقتي ومتاخره. ما انا مش هعطلك سؤال على المشي كده. خير في ايه؟ هو ديبو ما قالكيش اذا كان يرجع من السفر ولا لا؟ بس والنبي لو كنت بتعزيني قولي. ايه يا بنتي جبت حكايه مش هيرجع دي منين؟ لا طبعا. ما هو قالليش اصلا انه كان مسافر، ويعني وانا خلاني عرفت من بره. اكيد كان هيقول لك هيخبي عليكي ليه؟ طب مين البت اللي عدت عليه دي؟ بت مين؟ يا شمان دي الاخرى، هو محرج عليكي تقولي لي ولا ايه؟ والمصحف ما اعرف حاجه. يا جيجي انا عندي تمرين ومتاخره، خلي الكلام اللي بعدين، هنتكلم بعدين. سلام. لا يخسى عليك يا بنت، ده انا زي اخوك يا حمار. طب بقول لك ايه، اكلمك تاني عشان توصل لحضور. واد يا سيب. خير ام ديبو؟ مال وشك قلب كده واحنا داخلين عليك. معلش يا ام ديبو، هبقى استعدله عند السمكاري. بينكت ابن الظريف، اصل امه كانت ظريفه ظرف. كلم اخوك الرايق يا والد. طب اتكلمي انت، انا مالي؟ ما الحال عدوينك يا والد. الله، اخوك ده ولا مش اخوك؟ وانتوا ما كلمتوش ليه من فوق بدل نزلتكم هنا؟ النمره ما بتجمعش يا اخويا، وتليفونك انت بقى اللي في الشفا. ايوه تليفونك في الشفا، انما احنا تليفوناتنا مقشفه. شفا وما شفا، ما تغنيها يا عمتي. حاضر ماشي، ولا هو استخسار وخلاص. ما هي بترن ايه؟ ايوه يا عم الرايق. يا عم هما اللي خلوني اتصل. مسكي. ايوه يا رايق، اديني ديبو بسرعه. ديبو ابني حبيبي، حمد لله على سلامتكم. طمني عليك يا حبيبي. عايزه اقول لك بسرعه كده، ما تنساش العبايات والاشربات اللي قلت لك عليهم علشان الوليه ام كوثر وسلفتها، وهديك فلوسها بالمكسب. هو ايه اللي نفد رصيداتكم؟ نفد يا نهار خراب على الصبح. في ايه؟ ده انا لسه شاحن ب 100 بلبل. جرايه سيكا، في ايه؟ حقك عليا يا اخويا. هو ايه اللي حقك عليا يا ولية؟ الله، ايه يا واد؟ اخوك ده ولا مش اخوك؟ اصل الواد ده براوي زي امه والله. يلا يلا قومي قومي بينا. يلا يا اخي قربت شكلك. سلموا لي على ام كوثر. حاضر يا طاي. وسلفتها يا عمتي. حاضر يا عناي. والله مش بطال يا امينه، تحقيق الانابيب ده مشتمل على كل العناصر، في الخبر والمعلومة والموضوع. أنا كمان رحت المستودعات وقابلت المسؤولين هناك وقالوا لي إنها مليانة، لكن المنافذ ما بتطلبش منهم. ده غير طبعا السرقة اللي تمت في الأحداث اللي فاتت. هما في رأيهم إن الأزمة دي مقصودة، بس لصالح مين هما مش عارفين. هو مين وليه؟ هو مين وليه وبيعمل كده ليه؟ هو كذا حد عاوز المواطن المصري يفضل زهقان وطهقان وقرفان، مهموم ومشغول، لا حاسس لا بأمن ولا بأمان. شكل كلام حضرتك بيلمح لموضوع التحقيق الجاي؟ التحقيق اللي بعد اللي جاي. أنا عاوزك اليومين دول تهتمي لي بموضوع الانتخابات. حاضر يا فندم. أمينة، أنت خريجة سنة كام؟ أنا خريجة السنة اللي فاتت، أنا فريش جرادويت. ولسه ما اشتغلتيش؟ لا، معايا ده بس فترة التدريب في الجامعة و بعض الكورسات في مصر، وانا معايا شهادات اذا حضرتك عايز تشوفها. لا 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 لا، انا ما يهمنيش ده كله. انا بيجيني ناس معاهم رسائل دكتوراه ما بيعرفش يكتب حتى خبر ولا يصيغ منشط. انا اللي يهمني انت كاتبه ايه. لو عامل البوفيه اللي بره جاب لي موضوع وعجبني هنشره له. فاهمه ده معناه ايه؟ فاهمه يا فندم. انا هنزلك التحقيقات. وهو ده اللي انا نفسي فيه يا استاذ ابو بكر. كلكم بتقولوا كده في الاول، وبعد كده بتبقوا عايزين تروحوا قسم التحقيقات الفنيه. انا غير. ماشي يا انسه غير. جهزي لي افكار وتحقيقات واعرضيها عليا. المهم انها تكون مميزه، مش زي بزي غيرك. حاضر يا فندم. في ايه يا بت يا جيجي؟ بقالك ساعه يا اختي واقفه مبلمه. انت طالعه يا اختي تنفكي بالكلام ولا طالعه تبلمي في وشي؟ في ايه؟ انا مش مستريح. من ايه؟ انت واكل معاكي موضوع سفرهم ده؟ يعني ايه يا بت؟ يعني لو هما رايحين يجيبوا حاجات لمحل سيكا، سيكا قاعد هنا بيعمل ايه؟ ما راحش هو يجيب حاجته بنفسه ليه؟ بت يا جيجي هتقلقيني ليه؟ انا مش بقلقك، انا اللي قلقانه.
ديبو عمال يبعد. كل ما اجي افتحه في موضوع الجواز الاقيه بيهرب مني. حاسه ان انا واقفه في حته وهو واقف في حته تانيه خالص. كل ما احس ان الدنيا ابتدت تتحكي وامورنا ابتدت تتظبط الاقيه كده طالع لي بحاجه تنكد عليا. زهقت من الاسطوانات اللي عمال يقولها لي. ما بقتش عارفه اصدقه خالص. مش مصدقه ليه يا بنت؟ مش انت بعضمة لسانك قلتي لي انه جالك المحل وقالك ان هو خلاص تمام من ناحيتك؟ في ايه بقى؟ عارفه هصدق ديبو امتى؟ لما يبطل يوعدني باي حاجه. يا زياد هتكلم لنا الجدع الوسيط ده امتى عشان نقابله؟ هو اللي بيتصل، انا ما بعرف طريقه. يعني ايه ما بعرف طريقه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اهدى اهدى يا اخي يوسف. وايه اللي اهدى؟ افرض ما اتصلش. حبيبي راح يتصل عشان مصلحته بدي اخدها، المصاري كمان مو لمصلحته، ده الولد عنده. وافرض بقى كلم سعيد وقال له على اللي احنا ناويين نعمله، ايه الحل؟ وافرض دفع له اكتر من اللي احنا ناويين ندفعه. لك اعوذ بالله، لك رقبتي بتطير قبل منكم، هذا الولد ضمانتي. ايه كمان مو هاد اول شغل بيشتغلوا سوا شباب؟ مش حاسمها كده، ما فيش حاجه اسمها ضمانتي. الموضوع ده كان لازم يتامن احسن من كده. ده تهريج يا زياد. اهدى اهدوا، لك قسما عظما ما بصير اللي بدكم اياه واكتر كمان. يلا يلا على الشقه، توكلوا على الله. احيانا بحب اعمل لقاءات بتاعتي في خلا، في الطبيعه الجميله دي. شيء لطيف مش كده؟ اكيد يا جنرال. انا بعت لك النهارده عشان حاجتين. اولا ابارك لك على عقد الشراكه الجديد مع الشيخ خلفان، ده راجل كويس وبيختار شركائه بعنايه. ميرسي يا جنرال. ثانيا افكرك بحاجه يمكن تكون نسيتها. عمولتي في الارض اللي انت ما اشتريتهاش، ريت تحولها لي بكرة الصبح كتير. أيوة بس سعادتك لسه بتقول ما اشتريتهاش. يبقى أنا عارف إنك ما اشتريتهاش، بس مش مسؤوليتي. أنا اديتك معلومة بتمنها، أنت ما استفدتش بيها، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتك أنت. أيوة بس كان ممكن أي حد تاني يشتريها ويستفاد منها. أيوة بس أنت طلبتها مني عوني وأنا اخترتك أنت واديتها لك. بس للأسف يعني ما عادتش لازمان. ما عادتش لازمها. كان عندنا بغلي في العزبه هنا. الحقيقه كان بغلي كويس، كان بيشتغل كويس وكان بيأدي واجبه. وانا الحقيقه كنت معجب بيه. حبيت ارقيه. قلت اجيبه من وسط الحمير والبهايم اللي عايش في وسطيها. ويجي في الاسطبل بتاعي في وسط الخيل. تفتكر حفظ الجميل؟ ها؟ اعترف بان انا عملت فيه فضل يعني؟ ابدا. اتمرد عليا. وانا اللي اتمرد عليا بزعل منه جدا. ليه؟ لان انا ما بحبش التمرد. التمرد معناه كسر للنظام وضياع للهيبه. دبحته دبحته يا عوني وسط الحمير وسط البهايم اللي كان عايش في وسطيها. فاهم يا عوني؟ ارحمني يا كبير ارجوك. الحمير خافت زيك كده بالظبط. على فكره يا سن، عوني نجح في الانتخابات، قصدي نجح في الاختبار، عمره ما هيبقى بخل، هيفضل طول عمره حمار. ايه الكلام اللي انا بسمعه ده يا شيخ؟ معقولة يخطفوا الولد يهربوه كمان بره مصر؟ ليه؟ واحنا فين هنا؟ بس أهم حاجة الفؤاد اللي أنا حكيته لك ده ما يخرجش بره لو سمحت. لا 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 طبعًا، اطمن يا شيم يا أخويا. أنا فاهم، أنا فاهم كويس أوي، بس أنا عايزك تقول لي بس، هما طلبوا فدية؟ الموضوع مش موضوع فدية وفلوس، المشكلة يا سيدي إن أبوه هو اللي خطفه. طب أنت ما بلغتش البوليس ليه يا شيم لغاية دلوقتي؟ بوليس؟ هو فين البوليس يا فؤاد؟ البوليس خلاص انكسر ومحتاج سنين عشان يعتقل. لا مش للدرجات يعني، اعتقد لو طلبت منهم ممكن يساعدوك. بلاش تضحك على نفسنا يا فؤاد، ده اللي بتخطف جوه مصر، البوليس مش قادر يعمل له حاجه، بالك بقى اللي خرجوه بره. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل مكتفين ايدينا كده يعني؟ لا طبعا، انا عمري ما هسمع لحد يقول دراعي. الولد ان شاء الله هيرجع. تعرف انا جبت لك ليه يا فؤاد؟ انت بالذات يعني. عشان محتاج ارجع لايام زمان.
واهرب من الزمن اللي غلى صوابع في عينيا. زمن قاسي وكئيب. معاك حق يا شيمي. تصدق بقى انا ما كنتش عايز اقول لك كده. انا ابتديت اخاف. احنا ما كناش كده خالص. فين ايام زمان لما الدنيا كانت هاديه ورايقه؟ ده الواحد لما كان بيرفع صوته في الشارع كانت الناس بتتكلم عنه. اليومين دول ما تاخذنيش يعني، انا شايف سلاح في كل ايد ودم سايح في كل حته والناس رايحه جايه رايحه جايه، ولكن في حاجه حصلت كان الموضوع بقى طبيعي يعني. ليه؟ احنا رايحين على فين كده يعني؟ مش عارف. الظلم والحرمان والجوع الناس عاشت سنين بيطلعوا علينا دلوقتي، ودي ممكن تبقى بدايه طوفان. طوفان هيبلع الكل. يا معلم مالك؟ خلاص يا ابني، مش مطمن اللي اسمه زياد بصيبس ده. ولا انا كمان مطمن. مش فاهم ايه حكايه الوسيط اللي نطت لنا فجاه دي. يا عم يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. الراجل هيجي ويخرجنا من هنا واكيد هيبقى مع الوسيط. فرفش فرفش ايه يا عم الحاج؟ ما احنا برضو مش لازم نامن له قوي كده. انا حاسس ان في حاجه ناقصه كده، في حوار بيتم. سعيد؟ ها سعيد صح. يعني المفروض لما الدهشور يكلم سعيد قال له ان الواد تمام وفي امان وكل حاجه زي الفل، يبقى ايه لازمتها حكايه الوسيط؟ يا ده الوسيط اللي هيعكننا ده، في ايه يا عم؟ افتح التلفزيون شوف اي ماتش ولا اي فيلم من بتوعهم. افتح يا باي. انا في الكام ساعه اللي فاتوا دول شفت حاجات يا ستار. يا رب ربنا يا بنتي يكون في عونك في المستشفى اللي انت فيها كل يوم ديت، بتشوفي عيا وعيانين قد كده عشان تقدر البطوله. ابويا صعبان عليا قوي يا شيماء. ابويا اصله من وانا عيل صغير تحت ايده في الورشه، وشايفه قدامي ودد وصلب وناشف كده وماسك نفسه. من بعد موضوع الورم دوت بقى كاشش ودبلان وداخل في بعضه. ربنا يكون في عونك يا رب ويشفيك ويشفي اللي زيك. روق بقى، ان شاء الله العينه هتطلع سلبيه وهيبقى زي الفل. معلش يا شيماء، انا عارف شويه مش عارف اخد ودي معاكي في الكلام. مالها شيمو طالعه منك حلوه كده النهارده؟ ويعني اول مره تطلع حلوه؟ تاني مره، قلتها لي مره قبل كده في التليفون. انا اصلي بصراحه كنت محوشها لحد ما نبقى مع بعض في بيت واحد. بقول لك ايه؟ تعالي نقوم نتمشى شويه، انا زهقان من القعده. انا ما قلتلكش ان اخويا سافر؟ والله بجد؟ قعد عمل ولا ايه؟ لا قعد عمل ايه؟ دول يومين كده صد رد. هو كان نفسه يسافر من زمان، انت كنت قايله لي على الموضوع ده قبل كده اصلا، شكله هيعملها ويكمل ويقعد. لا يكمل ايه؟ كان قال لامي ولا قال لي ولا قال لجيجي ولا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ريتنا ما قمنا يا ريتنا ما قمنا. في ايه يا بنت مال؟ واحد من عندنا من على من الحته شافني. شافك؟ طب اهدي اهدي يا شباب، خير ان شاء الله. هيروح يقول لهم هيروح يقول لهم. لا مش هيحصل، كل خير ان شاء الله. اهدي بس اهدي. امشي امشي دلوقتي. امشي ازاي؟ انا لازم اوصلك. امشي والنبي مالكش دعوه بيا دلوقتي. امشي. يعني هلال الدهشوري ما قالكش ان في الفتره الاخيره كان قلقان من حد معين، من شخص معين؟ باش انا كل اللي بتربطني بهلال الدهشوري سيره عمل مش اكتر، ما اعرفش اي حاجه عن حياته الشخصيه يعني. طب ما تعرفش مين اللي ليه سر في خطفه؟ الدهشوري في السوق من زمان قوي، بس عمره ما صعد خلاف بينه وبين اي حد للدرجه دي. ممكن يكونوا على البلطجيه عايزين منه فديه ولا اي حاجه. ما هم لو طلبوا فديه كنا احنا عرفنا. لا لا انا ما اعرفش حضرتك، ده مش شغلي، ده شغلكم انتوا يعني. انا قلت لك كل اللي انا اعرفه بصراحه. ماشي يا سعيد بيه، لو عرفت اي معلومه يا ريت تكلمني تقول عليها. اكيد ان شاء الله. سلام. مع السلامه ان شاء الله. بارك يا باشا. صباح روعه. بقول لك يا باشا. نعم. كنت قلت له على عيال اياها اللي كسروا البازار، قلنا خدنا حقنا منهم. لما يقول لي عرفت من مين اقول له ايه؟ بس مرات شيمي صاحبتي هي اللي جت قالت لي اهدى علاء والنبي وركز، مش ناقصك انت كمان على الصبح. بعدين يا عبيط انت، انا من مصلحتي ان العيال دي تخلص على الدهشوري عشان ما يبقاش لنا ديول في الموضوع دوت ولا اي حاجه ثانيه. نتعلم منك يا باشا، وبالترتيب اللي انت عامله يبقى اكيد هيخلصوا عليها. خلصوا عليها يا رب عشان نخلص. اتصل بزياد كده شوف العيال عنده عامله ايه. انا يا باشا. ما عندكش مواعيد الليله دي ولا ايه؟ انا لغيت كل مواعيد الليله دي. انا الليله دي ملكك، قاعد معاك للصبح. مش هينفع.
عندي بعد ساكت ما في المجلس. هي دي المجلس. على فكرة بقى شكلك بيبقى غلس قوي في المجلس وانت مع النواب والوزراء. بتخليكي معايا. ها؟ طب بذمتك القعدة معايا مش أحلى؟ أمجد، أنا قلت لك قبل كده أنا اللي حدد إمتى نتقابل وقد إيه. يلا قوم بطل لعب عيال. أنا مش فاضية. أنا عندي مسؤوليات كبيرة. مسؤوليات كبيرة؟ هو في أكبر من كده مسؤوليات؟ انت يا زلمه الخمره اللي حسد دماغك تنسيت انت بتكلم مين؟ لا يا ستي ما نسيتش بكلم مين. بكلم فريده هانم، اكبر وزيره في تاريخ مصر. يا ستي اكبر وزيره في الكون. بس الكلام ده بره مش هنا. واذا كنت انت وزيره فانا هنا الملك. مش مظبوطه الشنطه بتاعت شكلها اتفتح. انت بتقول شنطتك اتفتشت من ساعه ما زياد نزل وانا شايف ثلاثه واقفين تحت بيراقبوا العماره كده. تمام الشنطه اتشمت. انا شنطتي متاكد ان هي اتفتشت. يبقى عاملين لنا كمين ولاد الكلب وجابونا هنا ومستنيين يصطادونا في اي لحظه. اصطادونا ازاي؟ احنا بعتوا لنا بتوع الهجره، احنا باسبورتاتنا وورقنا كله سليم. ولو على التهريب احنا مش داخلين بحاجه اصلا. الشقة دي مش أمان والحاجة ممكن تكون موجودة في أي حتة. تعال نفتش أم الشقة دي. يلا أنسة شيماء. أنسة شيماء في حاجة يا نحلة؟ هيخطبك ولا بيستعجل؟ هو مين ده يا نحلة؟ أنا كان ماشي معاكي كان ماسك إيدك. يا نحلة أنت أنا بخاف عليكي والله العظيم بخاف عليكي. مش عايز اي حاجه وحشه تحصل لك صدقيني. نحلة انت عارف ان انا بستجدعك واعتبرك زي دياب اخويا مش كده؟ بس انا كنت بعتبرك حاجه اكبر من كده بكتير. بصي على العموم ربنا يسعدك وانا فرحان ان شاء الله. بس هو يكون عارف قيمه الحاجه اللي معاك. نحلة هو انت قلت لحد؟ مفيش يا شيماء. انا نحلة هفضل جدع قصادك طول عمري. ما تخافيش. يا اهلا وسهلا. قلت لي بقى اسمك ايه؟ سيد يا باشا. عاشت الاسامي يا ابو السيد. بس تصدق يا اخي سبحان الله فيك من الرايق شبه كبير قوي. امال يا باشا مش اخوات ورابعين على بعض؟ وعلى كده بقى بتشتغل ايه يا ابو السيد؟ انا بزنس مان. عملت لي قرشين كده بره وجاي اشغلهم في البلد. شغل شمال طبعا مع اخوك. ما تطردين مع بعض. لا يا باشا انا والرايق شغالين يمين في يمين والاوعى مالناش فيه الا اللي يعوق معانا. طب صح كده ابو السيد برضه؟ يعني هو يسافر بالسلامه وانت تيجي من السفر ولا حد يدينا خبر؟ ايه يا عم؟ ده احنا نعمل معاك الواجب. حبايبنا كتير برضه في المطار. تسلم يا باشا واحنا حبايبنا برضه في المطار. بس صدق الرايق عمل خير بسفره اليومين دول يعني عشان يومين قلق كده ويخلي مسؤوليته برضه. من ايه لمؤاخذه يا باشا؟ من حاجات كتير طبعا. ما انت خواجه بقى وما تعرفش السيرك اللي بيحصل في يومين الانتخابات هنا. ربنا يسويها يا باشا. ماشي يا وسيم
ادينا اتعرفنا على بعض يا سيدي، واكيد اشوفك تاني. اكيد يا باشا. طب انا عايزك كده ان شاء الله اول ما الرأي يجي بالسلامه تبلغه اني عايزه. ماشي يا باشا بالاذن. طب سيدي الحمد لله على السلامه. بس كام قال بدي وشرب مع ناس لا